الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. حضرت المرة الماضية يعني الجلسة الأولى ولله الحمد فضل من الله سبحانه وتعالى وكرم منه سبحانه. وخرجت ببعض الملحوظات البسيطة وذكرت ذلك يعني لشيخنا جزاه الله خيرا. وكنا نتحدث عن موضوع النفس، هي قنطرة النفس، وكيف الإنسان ينبغي له أن يجاهد نفسه وأن يلزم نفسه بلجام التقوى وغير ذلك. فورد في ذهني يعني بعض يعني الملحوظات إن صح التعبير أو بعض اللطائف التي نذكر بها أنفسنا قبل الآخرين. لقد مثلا على سبيل المثال يعني في أثناء هذه الجلسة كان القارئ يقرأ ويسترسل في القراءة، وبعد ذلك يعني الشيخ جزاه الله خيرا يعطينا ويعلمنا مما علمه الله من اللطائف ومن المواعظ ومن الرقائق وغير ذلك في سير الى الله سبحانه وتعالى. لكن لم اجد ذلك التفاعل، اقول لم اجد ذلك التفاعل من قبل الاخرين كما ينبغي ان يكون. ونحن نتحدث عن موضوع المجاهده، من ضمن مجاهده النفس ان نجاهد انفسنا كذلك بان ناخذ الكتاب بقوه. يا يحيى خذ الكتاب بقوه. لا بد يكون يعني كطالب علم وكسائر الى الله سبحانه وتعالى وهو يجلس في مثل هذه المجالس ان يحضر معه الكتاب. يعني الان مثلا نلاحظ يعني لا اجد قلما ما اجد ان هنالك من اتى بكتاب قناطر الخيرات. نعم. فاحضارك للكتاب وحضورك الى هنا ادعى لحضور القلب. لأنك تحضر قبل كل شيء ثم تأتي بالكتاب لتتابع، بحيث لا يكون القارئ يقرأ وأنت فقط تستمع دون أن تتابع بنظرك. ولذلك قيل بقدر ما تنظر بقدر ما تفكر بقدر ما تذكر. فيحتاج الإنسان أن ينظر إلى الكتاب كما أنه ينظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى المصدور، وينظر بعد ذلك إلى كتاب الله المنظور. فبقدر ما ينظر الإنسان ويتتبع بعينيه أدعى ببعض ربما يعني التساؤلات التي تجعلك يعني تدغدغ ذهنك قليلا في مثل هذه المواضيع الطيبة. فحضور الكتاب لا بد منه. ثم بعد ذلك لا بد من الاستحضار. الاستحضار يعني قصدي من ذلك التحضير المسبق، حتى الواحد عندما يأتي إلى مثل هذه المجالس يدرك أو يعرف منذ خروجه من البيت وذهابه يعني إتيانه إلى هذا المكان الطيب يدرك أننا اليوم سنتحدث عن الموضوع الفلاني والقارئ سيقرأ كذا، وربما يعني عنده بعض الاستفسارات بعض التساؤلات. لهذا التحضير تهيؤ يعني التهيئه التي هي قبل الحضور، فهذا لا بد منه حتى يكون هناك تفاعل. فقط موضوع الاستماع فقط وبعد ذلك بدون ما يكون هناك تفاعل لا يكون هنالك مثل تلك الفائده المرجوه والثمره اليانعه التي تكسبها بعد ذلك. فيحتاج الواحد ان يتفاعل حتى في اثناء الدرس. لا بد من الحوار، من النقاش، من التفاعل، من التساؤلات وغير ذلك حتى تستفيد. ولذلك قالوا انفق ينفق عليك، انفق مما عندك حتى لو كان عندك شيء من استفسارات وتساؤلات ينفق عليك، وبهذه الطريقه تنال العلم وتكسب العلم بالسؤال وبالحوار والنقاش. يكون هناك تفاعل، لا يكون هناك فقط تلقي، ان يتلقى الانسان فقط. لا بد ان يكون له دور في هذا الامر. وهذا يتطلب، وانا يعني اخبرت الشيخ يعني جزاه الله خيرا، يتطلب
يعني أنا أذكر كمعلم يعني أستخدم دائما أسلوب مع طلابي، أسلوب الطالب المعلم. الطالب المعلم، الطالب هو الذي يكون له الدور البارز في التحضير، وهو الذي يقوم بشرح الدرس، ويبقى فقط المعلم هو دوره أن يقدم التوجيهات المناسبة في الوقت المناسب، ويوجه وإذا كان هناك شيء لطائف أو غير ذلك يريدها، بهذه الطريقة تستفيد. فلو يعني استخدمنا هذه الطريقة أرى أنه أنجح الوسائل التربوية في تربية الذات، تربية النفس، وكذلك وهذا يحتاج إلى مجاهدة، والذين جاهلوا فينا لنهديهم. تأتي الهداية بعد ذلك بالمجاهدة، نجاهد أنفسنا، نقرأ، نتتبع، نحضر. ولو كان هنالك يعني تحضير مسبق، أي بحيث مثلا في هذه الجلسة يقال إن فلان في الجلسة القادمة هو الذي سيقدم الدرس، أو هو الذي سيقرأ مثلا ويقدم لنا ما استفاده وما قرأه، ويكون بعد ذلك هناك حوار من قبل الجميع، بحيث يكون في كل مرة هنالك من يحضر الدرس، ويمكن أن يبادر، هو يكون عنده روح المبادرة، بحيث بنفسه يبادر يقول أنا إن شاء الله المرة القادمة درس مثلا إلجام النفس مثلا بلجام التقوى أنا أحضر هذا الدرس، ويأتي لنا بالفوائد، ويأتي لنا بالفرائض، ويأتي لنا يعني بالمواضيع المهمة التي تجعل الإنسان يسير إلى الله سبحانه وتعالى سيرا حثيثا، ليصل بعد ذلك لمقتضى العبودية لله رب العالمين. يعني مثل هذه المواضيع أرى أن جديرة بالاهتمام وأن نوليها غاية العناية، لأن بهذه الطريقة سنستفيد يعني فائدة جمة. هذا